قصة الروح الشريرة والأطفال الصغار. إن كنت تريد مشاهدة هذا الفيلم ممتع، انزل حط لايك واشترك في القناة وفعل زر أمزح وربي أمزح شباب. انزل حط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس، أهم حاجة خلي الزر أحمر لونه رصاصي، وهات لك أي حاجة تاكلها في شهر أي حاجة كده عشان الفيلم ممتع جدا. يلا استمتع. إيف ايه ده يا مروان القرف ده؟ لا يا مروان الله يخرب بيتك، قوم قوم مروان. ايه في ايه في ايه في ايه في يا اسطى؟ انت واكل امبارح يا اسطى؟ واكل ايه؟ واكل ايه؟ واكل محشي. الله يخرب بيتك، عشان كده قوم الريحه الوحشه دي. النهارده ورانا مغامره يا مروان. يا جامبول جامبول اصحى جامبول. النهارده ورانا مغامره. النهارده المغامره اللي قالنا عليها اجدادنا وابائنا، النهارده احسن مغامره ممكن نروحها في حياتنا، مغامره الى البيت الروح الشريره. في حد فيكم بيخاف؟ انت بتخاف يا مروان؟ انا مش بخاف الحمد لله. وانت؟ لا انا بخاف. انا لا لا ما تخافش ما تخافش، احنا كل واحد فينا يبقى مع السيف بتاعه. طبعا انا جهزت الاسيف اللي اشتريتها امبارح. امسك. النهارده يا شباب احسن مغامره ممكن نروحها، النهارده المغامره اللي ممكن نقابل فيها اقوى روح شريره نزلت على كوكب الارض. الصراحه انا مش مامن للحاجات ديت، بس بيقولوا ان الحاجات دي موجوده. انت مصدق يا مروان؟ انا مش مصدق الصراحه. انا نص نص يعني. وانت مش مصدق؟ صح. انا الصراحه برضو مش مآمن بالكلام دوت، بس الصراحه احنا نروح نجرب في البيت الساحره اللي هو المهجور بقاله سنين دوت. يلا بينا نروح ننده ليوسف، ننده لمحمد الكينج، ونروح يا شباب. يلا يا شباب. يوسف محمد كينج. هم الشباب قاعدين هم. تعالوا اصحوا. الطريق كان اخر الشارع من هنا. الوقت ده مناسب جدا لانه بيقولوا ان هي بتطلع في البرق والرعد والمطر، بس انا مش متاكد الصراحه ان هي ممكن تطلع لنا. احنا ممكن نخش البيت وندور ونستكشف المغامرات وكده، كويس ان احنا كتير بحيث برضو ان احنا ما نخافش، فاهم؟ فدي تبقى حاجه كويسه. ايوه يلا بينا. خليني انا قدام وانتوا خليكم في ظهري، بس اهو اوصلنا للبيت يا شباب. انا سامع اصوات غريبه، بالله عليكم محدش فيكم، اللي هيقرا قران يقرا قران، بس اهم حاجه محدش فيكم يجرأ ان هو يغني او يعمل اي حاجة تضايق اللي هو الجن دوت او العفريت دوت. تمام؟ تمام ماشي تمام. يلا بينا. استرها يا رب. في دم كتير قوي يا شباب، في دم كتير قوي. محدش يخاف محدش يخاف، احنا هنستكشف الاول من بره وبعد كده هندخل جوه. تمام؟ ما تخافش يا جمود، دي صبغة بس. أيوة. دم حقيقي. مش دم حقيقي. ايوه دي صبغة. ايوه اقول له كده عشان ما يخافش. انا شايف ان مفيش حاجه من بره يا شباب، يعني البيت من بره كل حاجه تمام وكده، مش شايف ان في حاجه يعني. استنوا كده نبص للبيت من الشباك. ايه ده؟ ايه؟ شوف شوف شوف. لا 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 ده اكيد لعب. لعب لعب يا عم. مش لعب يا عم، ده رؤوس بني ادمين. اسكت اسكت. اوعى الحصان، اوعى الحصان يفوسك، اوعى الحصان يفوسك، الحصان يفوسك. ادخلوا 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 يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واو واو. اطلع فوق اطلع فوق، في مكان فوق. واو واو. شوف شوف يا يوسف، يوسف شوف، شايف يا يوسف؟ واو. الويلة لسه شغاله من ساعه ما نروح يا جدعان. حاولوا، في حاجه بتشدنا يا جدعان، في حاجه بتشدنا. ايه ده؟ ايه ده؟ مروان 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 انزلوا يا جدعان بسرعه. مروان راح فين؟ مروان اهو. ايه يالا؟ في ايه يالا؟ مروان الدم ده ولا واحد حاسب يالا؟ احنا داسين على الدم. الدم ده اجري. في متاهه يا جدعان، في متاهه. اجري، انا خايف حاجه تطلع لنا يا جدعان. ايه ده؟ شوفوا لقيت ايه؟ ايه الاصوات دي؟ الواد مروان اتلبس يا جدعان. ايه ده؟ الواد مروان اتلبس. استنى استنى بس، حدش يحرك من هنا ابدا. يا لهوي. جاي جاي جاي. تعال يا جدعان مروان. بس يا جدعان مروان بيعمل كده ليه يا جدعان؟ اقفلوا بالسيف، اقفلوا بالسيف، اقفلوا بالسيف، اقفلوا بالسيف. وارجع ورا، ارجع ورا عشان ما تضحكش. ارجع ورا، ارجع ارجع ورا. دماغي فيها يا جدعان، فيها يا جدعان، مالكم يا جدعان؟ الكلام اللي انت كنت بتقوله ده يالا. قلت ايه؟ انا لقيت نفسي حاجه بتشدني، فجاه لقيتكم قدامي. في ايه؟ طب تستنى يا جدعان، انا اللي هفتح الشيس دوت. واحد يعني جدعان جدعان. ايه؟ لازم نقرا عليه قران. لا 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 ما اسكت بس، اسكت اسكت. واحد اثنين ثلاثة.
تعال يلا يلا خلاص خلاص خرجنا خرجنا يا جدعان خرجنا فرج الله اخرجوا اخرجوا بسرعه اخرجوا يا جدعان ايه ده احنا نسينا واحد نسينا اخويا يوسف يوسف راح فين يا جدعان نسينا يوسف يا جدعان مش هخش تاني والله لا احنا مش هنرجع للبيت انا مش هخش مش هنرجع للبيت تاني سلام انا مش هخش ولا يوسف ولا بتاع يا جدعان انا مش هرجع ليوسف تاني انا مالي ومال يوسف هو كان صاحبي ولا اعرفه اجروا يا جدعان بالله عليكم انتوا شفتوا احنا كنا هنتحبس كنا هنموت اجروا 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 مروان يا مروان يا ابني ايه يا ابني احنا سيبنا الواد يوسف هناك يا عم انا خايف عليه يا عم ده زمانه الوحوش كلته والحاجات كلته يا عم انت مش عارف اللي احنا عملناه ده اول طب هنعمل ايه المفروض نروح نشوفه يا عم كده نطمن عليه تعال تعال بس هنمشي انا وانت بس مش هناخد حد معانا لان خباك لما بنبقى كتير هو ممكن يهجم علينا لازم انا وانت نروح بس يلا بينا تمام يا جماعة مروان خلاص وصلنا يا جماعة مروان يلا يلا بينا الحمد لله رب العالمين خايفاوي ادخل 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 برجلك اليمين ايه ده ولا ولا ايه ده لا لا ده الكرسي ده ولا الباب اتقفل ايه ده انتوا خرجتوا وسبتوني وتخليتوا عني وانا هنتقم منكم شخص شخص الباب شوتي اتفتح في ايه ايه ده ايه ده مشفتوش حاجه مني يا مروان الحقنا بسرعه يا مروان هنعمل ايه في النصيبه دي جنبول يا جنبول سمعت الصوت اللي جاي هناك ده صوت عذيب ومش عارف ايه الاصوات الغريبه دي ما تيجي نروح نستكشف كده ماشي يلا ايه رايك ماشي يلا يلا بس انت معاك الحاجات معاك الاسلحه وكده عشان لو في اي خطوره ماشي يلا يا عم هو يفضل يعذبنا كتير كده يا مروان وانا خايف اكتر منك والله بص بص بقول لكم ايه اسكتوا انتوا محبوسين هنا ومش هتخرجوا سيبنا اخرجوا تعالوا اخرجوا ايه ده ايه ده اخرجوا هربوا هنتقم منكم لو هتروحوا مني فين هنتقم منكم لو هتروحوا مني فين اجري 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 يا عم شكله مجنون شكرا شكرا يا محمد كينج شكرا شكرا ليك يا محمد كينج شكرا اجري اجري ما توقعتش ان انت هنتقم منكم تكونوا هناك يا عم والله ده هو حبسنا وكان قاعد بيعذب فينا بس احنا الحين نجري منه كويس انك جيت كويس انك جيت انا وجنبل كنت كمان ايوه ما هو كان بيحرقنا باللافا تبقينا وعشان ممكن تبقينا اخيرا انا تعالي ولا يهمك احنا انا عايز العب انا مش قلت هنتهم منكم ايه ده انا هوريكم ايه ده انا ولا مش هتهربوا مني ولا اصحوا يا عيال ابد ابد